الحلقة دي ممتعة ومشوقة، ويا ريت تكملوها للآخر، وهنشوف برضو فيها الكاهن قال إيه ساعة القبض عليه ووصفه للزنزانة. نبتدي بالخبر ده هوت من الشرق: الفيسبوك يغلق حساب أبو تريكة، وهذا آخر ما كتبه بتاريخ 10 نوفمبر 2024. مكتوب في الخبر: ويأتي الإغلاق بعد ساعات من تصريحات أبو تريكة على أحداث أمستردام التي نشبت بين الجاليات العربية ومشجعي مكابي تل أبيب الخميس على هامش الدوري الأوروبي. نيجي بقى لهدى جنات: لم أخجل بمغربيتي يوما كما خجلت منها بعد أحداث أمستردام. لأول مرة في حياتي أخجل أنني مغربي. أيضا كتب رويترز: الملك الهولندي سيوقع على قوانين صادمة اتجاه المهاجرين. أيضا المغاربة الذين اعتدوا على شباب يهود في عمر 18 سنة جاءوا لمشاهدة مباراة كرة قدم ولم يعتدوا عليكم. طب هل سمعتم أن تنظيم البوليزاريو الإرهابي قصف وطنكم المغرب بالصواريخ اليوم بمساعدة الجزائر؟ اخرجوا واضربوا الجزائريين، ولا وطنكم لا يستحق الدفاع عنه وهو يقصف بالصواريخ؟ ايضا واحد عزم اصحابه في البيت عنده، وفجأة سمع من النافذة في الشارع ان واحد تحرش بواحدة من جيرانه محجبة واراد انزال علمها، اقصد حجابها. نهض يجري وخرج من البيت وترك أصحابه في بيته مع زوجته حتى يثبت لهم أنه شهم، وراح أنقذ الفتاة المحجبة بقطعة قماش صيني سعره دولار، أنقذها من شاب كان يتحرش بها وضرب الشاب وركض خلفه ورجع للبيت، ففرح به أصدقاؤه العرب بفعلته وصفقوا له وأشادوا بشجاعته وهللوا له على مواقع التواصل. وفي الليل بقى وهو في الفراش مع زوجته قالت له إن أحد أصدقائه استغل فرصة غيابه واغتصبها في المطبخ لما خرج هو لإنقاذ الفتاة المحجبة، فقال لها: معلش معلش، هو أخي في العروبة والإسلام، المهم أنقذنا المحجبة في شوارع أمستردام. هذه رسالة لمن استفزه إنزال علم فلسطين في هولندا ولم يستفزه صواريخ البوليزاريو وهي تسقط على وطنه وأهله. أيضا المنبوذ والمكروه الأوروبيين يفرضون عليه فيزا لدخول بلدهم، ومن يحبونه ويثقون فيه يسمحون له بدخول أوروبا بدون فيزا. هذه طريقة سهلة وبسيطة لتعرفوا من هو المنبوذ والمكروه حقا عند الأوروبيين. أيضا شاهدوا الورطة التي تعيشها قناة الجزيرة. جمال ريان قال إن قطر قررت التخلص من مكتب حماس، وبعد نصف ساعة خرجت ليلى الشيوخلي لتنفي من الجزيرة ما قالته قناة الجزيرة. أعتقد أن هنالك صراع في قطر حاليا صار واضحا في قناة الجزيرة نفسها. جناح يخاف من إيران وينفذ أوامرها بسبب حقل الغاز المشترك، هو من طلب نفي الخبر. وجناح يخاف من أمريكا ترامب بسبب تهديدات سحب القاعدة الأمريكية، وهو من أكد الخبر. إحنا بقى نجلس ونأكل فشار ونتفرج عليهم. أيضا كتب ترامب أقام حفلة خاصة في منتجعي الخاص مارالوغو بمناسبة فوزه بالرئاسة، وقام بدعوة كاميلا هاريس والتي رفضت الحضور. وادي صورة لي وهو بيرقص خلال الحفل. أيضا نشرت البوست ده هو بتاع مهدي مجيد: الجالية الفلسطينية في هولندا ترسل برقية للملك الهولندي توضح أن الفلسطينيين لا يوجد لديهم يد بما حدث للجمهور الإسرائيلي في أمستردام والغوغائيين فعلوا ذلك. هدى جنات: شفتوا ازاي باعوكم؟ من ناحية تانية نقول بقى خبر حلو ونهدي الأخبار شوية، وهو خبر خطوبة ميرولا. صوت ربنا ليك كتبوا خطوبة الإعلامي أندرو مورجان وكابتن طيار ميرولا ماجد. الصورة الأولى كابتن طيار ميرولا ماجد ضيفة في البرنامج مع أندرو، والصورة التانية صورة خطوبتهم
وربنا يكمل لهم بالخير. نرجع بقى للأخبار المثيرة، وكريم شاهين كتب على الحكومة المصرية أن تنقذ شباب مصر فورا من التدهور والتدمير الذاتي بسبب شحنهم إعلاميا من الإعلام المصري. مصر لا تملك إلا سمعتها وسياحتها وشعبها المعروف بالبعد عن العنف. أنا عارف إني بكلم نفسي، لكن كلها شهادات للتاريخ. ونشر بقى الفيديو ده هوت لاحتفاء واسع بشباب مصري في إيطاليا بعد تصديهم لمسيرة داعمة للاحتلال بمدينة ميلانو ومنعها من استكمال طريقها الذي تعارض مع مسيرة داعمة للفلسطينيين ورافضة للعدوان على غزة. أيضا كتب 50 عاما وهم بيقولوا افتحوا الحدود يا مصروة باش نساعد حماس، لهم الجزائر يعني. ولما راحت حماس لحد عندهم تطلب المساعدة رفضوا يدخلوها. وفي التعليقات دكتور عمر، الجزائر رفضتهم ورفصتهم. وكريم جايين كتب وحتى إيران كمان. وأحمد حسن حميدة كتب له هل طلبت حماس بالفعل أن يكون لها مكتب في الجزائر أستاذ كريم، ولا توقع من حضرتك؟ فكريم جاهين نشر له الخبر مكتوب فيه وفقا لما ذكرته وكالة رويترز، رفضت الجزائر استقبال قادة حركة حماس الذين تم طردهم من قطر، وأعلنت أنها ستقتصر على تقديم الدعم السياسي والإعلامي للحركة دون استضافة قادتها. حد تاني كتب معظم الذين اعتدوا على المشجعين الإسرائيليين في هولندا من متسللين دول المغرب العربي، عندهم استعداد يستشهدوا في سبيل الهجرة لأوروبا، لكن ما عندهمش استعداد يتسللوا إلى غزة ويستشهدوا في سبيل القضية. ونشر الصورة ديت فقدان العشرات من الحراقة الجزائريين قبالة سواحل أسبانيا. أيضا نشر كريم جاهين الوثيقة ديت من سفارة دولة قطر في واشنطن. وباختصار شديد، وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، إسرائيل بين قوسين يعني مش الكيان ولا دولة الاحتلال، إسرائيل أمرت إن احنا نطرد حماس وفعلنا. تخيل بقى لو كانت وزارة الخارجية المصرية هي اللي قالت كده، ياه كانت الدنيا قامت ما عادتش. ايضا كتب بوست تاني نقط خانت القضية الفلسطينية، نقط باعت فلسطين في اصعب ايام يمر بها الشعب الفلسطيني والمقاومة، نقط تخلت عنهم ولفظتهم وطردت حماس وقادتها وانسحبت من أي مفاوضات يمكن أن تساعد إخوانها الفلسطينيين، نقط ليس فقط تخلت وخانت بل وملأت قواعدها العسكرية بطائرات أمريكية مستعدة لضرب غزة أو أي دولة تقف أو تتضامن مع غزة، نقط أرسلت 220 طائرة محملة بالمعدات العسكرية للمساعدة في تدمير غزة وحماس الإرهابية. والسؤال، اختار اسم بلد واملأ الفراغات والنقط، هل هي مصر أم السعودية أم الإمارات أو قطر؟ ردوا بقى واحتفظوا بالإجابة في نفسكم. أيضا كتب كريم جاهين جيران مصر، السودان أتمنى لهم السلامة، مئات الآلاف من القتلى وملايين اللاجئين وعصابات ومافيا وميليشيات، ليبيا أتمنى لهم السلامة، فوضى وتقسيم، ثم جاء وزير الداخلية بها وفرض الحجاب عن النساء ومنع قصات الشعر الغريبة وأنشأ شرطة للفضيلة والأداب وتتجه لمصير أفغانستان وباكستان. البلد الوحيدة المتطورة المتقدمة القوية والغنية في كل جيران مصر هي إسرائيل، وهي البلد الوحيدة الذي يطلب معظم المصريين عدم التعاون معها صناعيا أو سياحيا، بل يطلبون بالحروب معها
والتعاون وفتح الحدود لملايين اللاجئين من البلاد المدمرة. المشكلة هم لسه بيسألوا هو احنا ليه اقتصادنا بيتدهور. ايضا كتب رسالة الى المغاربة عندما تابعت تصريحات رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا: ادركت تماما ان هناك من يضحي بكم ويدفع بكم الى المحرقة ويتبرأ منكم، احذروا. ايضا كتب انها حروب التكنولوجيا يا عزيزي، دعك من الحجر والشجر وصريخ وبكاء الشيوخ. هل سألت نفسك كيف استطاعت إسرائيل القضاء على كل هؤلاء من قادة حزب الله الإرهابي؟ نيجي بقى للدكتور خالد منتصر، نشر البوست بتاع محمود حسني رضوان. هو اقتبس كلام الدكتور خالد لما قال: فيها ايه لما ابن شيخ ما عندوش أخلاق؟ ما هو ممكن ده يحصل مع العلماني برضو. ورد الدكتور خالد منتصر: طبعا ممكن، لكن العلمانيين ما بيتصرفش عليهم 26 مليار جنيه بحجة انهم هيعلمونا الاخلاق. ومحمود حسني رضوان نشر البوست دهوت: لفافة القماش هذه فعلت بنا ما لم تفعله القنبلة النووية في هيروشيما. ايضا نشر الدكتور خالد منتصر امين الفتوى: روح الانسان وزنها 1 جرام. ففي حد علق: عبد اللطيف كتب: لا اعتقد انه قال ذلك، وان كان قال فكل يؤخذ منه ويرد الا حضرة النبي، وقد فصل الله الامر وقال: ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اما انت يا دكتور خالد، الم تتعب من مهاجمة كل ما يمت للدين بصلة؟ اما ان لقلبك ان يرق لدين الله بعدما ملأ الشيب رأسك؟ بأي عمل تقبل على ربك يا هذا؟ فالدكتور خالد رد عليه قال له: ما دام يؤخذ ويرد زعلان ليه بقى اني برد؟ ولا هو الشيخ مقدس يا عم الازهري؟ ولا عشان انت ازهري يبقى خلاص احنا ما نتكلمش؟ ايضا نشر الدكتور خالد منتصر البوست دهوت: لحظة من فضلك اعطيني دقائق لاقنعك انك عورة وانك ناقصة عقل ودين، وأن نصيبك من الميراث هو نصف ميراث الرجل، وشهادتك بنصف شهادة الرجل، وديتك إن متي بنصف دية الرجل، ويمكن أن يزوجوك قبل البلوغ، ويمكن لزوجك أن يتزوج عليك 3 نساء وأن يضربك أيضا، وعندما تموتين وتدخلين الجنة ستشاهدين زوجك مع 72 حرية. هل لازلت تشكين أن الإسلام قرم المرأة؟ فمحمد أبو مسلم ما عجبوش الكلام ده ورد على الدكتور خالد قال له: لأ، العلمانية هي اللي كرمت المرأة وفتحت دور البغاء والأفلام الإباحية عشان تتاجر بجسد المرأة، والراجل ممكن ياخد 100 عشيقة عادي هو حر، وبتدي المرأة نصف ثروة الرجل، يقوم الراجل يخاف ويتجوز عشان هتاخد فلوسه ويخليها عشيقته. ايضا دكتور خالد منتصر كتب: اللي مخليهم برا ناجحين ان كل واحد بيشتغل اللي هو عايزه مش اللي عايزه الناس، وبيعمل اللي بيسعده هو مش هما، بيبقى نفسه مش شبه نفسه، بملامحه مش بقناع. ونرمين كتبت: الدول الدينية دول تتبع المظاهر في كل شيء، لذلك كل انسان بيحب يظهر للاخر عكس حقيقته. فجمال قال لها: طب بتعيشي فيها ليه؟ فنرمين قالت له: دي بلدي وانا اصلا قبطية وحفيدة الفراعنة. فجمال قال لها: يعني الفراعنة كانوا اقباط يعني؟ فالدكتور خالد رد عليه قال له: لا، كانوا سلفيين من التكفير والهجرة. حد تاني معجبوش كلام الدكتور خالد وقال له: لا، اللي مخليهم سعداء ان كل واحد بيعمل اللي هو عايزه بدون ما يعتبر نفسه واصي على الاخرين، كل واحد بيخترع ويقدم شيء يفيد البشرية بعيدا عن مجرد انتقاد القناعات الإيمانية للبشر. بس انت وأمثالك أكبر توافه شفناهم في حياتنا، انتم أكبر اهتماماتكم البيرة والنسوان، ولم تقدموا أي شيء يفيد المجتمع. في الواقع انتم أكبر عالة على المجتمع. فالدكتور خالد رد على حكاية ان اهتماماته البيرة والنسوان وقال له: طب ما تخليها بول الإبل والنسوان تبقى لايقة.
نيجي بقى للي قاله أبونا لوقا سيداروس ساعة القبض عليه وليلة القبض عليه ووصفه للزنزانة، فعلا هتتعجبوا. تعالوا نشوف قال إيه. الساعة 3 فجرا جرس التليفون بيرن في منزلي. أسرعت زوجتي للتليفون واستيقظت على الفور. مين؟ قالت أبونا تدرس طالبينه في المباحث وأخذوه حالا ويريدك أن تلحقه هناك. لم يخطر ببالي شيء، ولكن ذهني كان مشدود جدا. حاولت الاتصال بالأنبا تيموساوس أو ألبرت برسوم. وجدت الأنبا تيموساوس وكيل البطريركية في الإسكندرية لا يعلم شيئا، والوزير ألبرت برسوم قيل لي أنه في القاهرة. اتصلت بمنزل أبونا تدرس لأعرف الأمر بأقصى التفصيل، وسألت هل تعرف أبونا تدرس على الشخصيات الذين أخذوه؟ هل بينهم رجال بوليس رسميون؟ وبينما أنا أتكلم إذا الباب الخارجي لمنزلي يفتح بعنف، ثم 7 خطوات تصعد للأعلى. كنت ساعتها بتكلم في التليفون مع ميري مرات أبونا تدرس. قلت لها سلام يا ميري لأنهم وصلوا عندي دلوقتي. ففتحت نادية الباب حوالي 8 رجال بينهم مساعد شرطة بزيير رسمي. صافحتهم جميعا مرحبا، دعوتهم للجلوس لكنهم رفضوا. قالوا على الفور ممكن تلبس وتحضر معانا لأن نظم بيك عاوزك. قلت لهم طبعا دقايق. لبست في ثواني. سألني الضابط عن صورة أبونا بشوي المعلقة فوق رأسي. ده مدفون فين ده؟ أجبته بجفاء أنت عارف. قال لي وأنا ألبس حذائي ما تخافش يا أبونا كلها ساعة. قلت له مين قال لك إني خايف؟ جايز أنت اللي تكون خايف. قال وإحنا هنخاف وإحنا في بيتك؟ قلت له يجوز. طلبت إثبات شخصية أيا منهم قبل الانصراف، فأراني كارنيه ضابط البوليس بجوازات برتبة مقدم. بعد كده ملابسات ليلة القبض عليه. إنني أتعجب بالحق من أعمال الله وستره على ضعفي، فعندما أراجع أحداث تلك الليلة أعطي المجد لمخلص الذي أعطاني نعمة فوق نعمة ولم يسلمني فريسة لأسنانهم. في ليلة القبض عليه كما ذكرت كان يزورني في تلك الأيام الأخ بيتر براون فيلد، وهو شاب أمريكي الأصل. كنت قد عمدته في 1979 بلوس أنجلوس، وعلى وجه التحديد في أبريل 1979، وله قصة توبة مؤثرة تشبه إلى حد كبير توبة القديس أوستينوس، وقد صار فيما بعد خادما وشماسا في الكنيسة، ثم اختاره الرب لرتبة الكهنوت. هذا الأخ له قصة عجيبة في انضمامه للكنيسة، فقد كان رياضيا عنده نادي رياضي لكمال الأجسام، وكان هو بطلا في كمال الأجسام. تعرف بشاب مصري يرتاد النادي وصار صديقين، ثم إذ كان يزوره في منزله أعجب بأخته وهي شابة قبطية متدينة، وكان يسهر عندهم ويتكلم ضد الإيمان إذ كان واسع الاطلاع دارسا لكثير من الفلسفات. فلما خشيت الأخت على إيمانها وكاد يقنعهم بأفكاره الإلحادية جاءتني للكنيسة في لوس أنجلوس. حكيت لي عن هذا الشاب، قلت لها ابتعدي عنه. فقالت هو يأتي كثيرا إلى أخي وأنا موضوعة في مأزق. فكان أن قالت لي يوما أنا لا أستطيع أن أرد عليك ولا أجادلك، ولكن يوجد كاهن كنيستنا. فرح جدا وقال لي خذيني لي، وأنا أؤكد لك أنني سأقنعه أن يترك عمله هذا وأنا بتحداه. فلما جبته للكنيسة كان وقت صلاة عشية يوم سبت، ودخل الكنيسة وراء الأيقونات والبخور وممارسات الصلاة في الكنيسة الأرثوذكسية، فصار يسخر في نفسه من هذه الخزعبلات لأنه كان من أصل بروتستانتي ولم تكن له معرفة بالكنيسة الأرثوذكسية، فازداد شغفا في أن يجادلني ويحولني لفكره. فلما انتهيت من صلاة العشية عرفتني الأخت عليه وذهبنا إلى سكني الملاصق بالكنيسة. تأملت، شاب في بداية الثلاثينات من عمره، أمريكي من أصل ألماني، له عضلات مفتولة كبطل من أبطال كمال الأجسام. ولما تحدث إلي في كبرياء قال لي لنبدأ بتحدي شهيد بلغة الوسط. قلت له عايز إيه؟ قال نتناقش. قلت له نتناقش في إيه؟ قال في الدين، في الإنجيل، في الإيمان. قلت له لا مش هنتناقش. قال لي قلت لأن لا وجه للمقارنة وستكون المناقشة غير متكافئة. قال لي ليه؟ قلت له أنت راجل قوي يعني وأنا ضعيف، أنت درست كثيرا وأنا لم أدرس اللاهوت ولا التحقت بكليات، أنت قارئ غزير وأنا قليل القراءة، أنت صاحب لغة قوية وأنا لا أعرف اللغة، فأنا مغلوب مغلوب قبل أن أدخل في أي مناقشة، لكنني عندي شيء واحد أنا متأكد منه، إنني أحب يسوع المسيح الذي فداني بدمه
وأنا مكرس نفسه لخدمتي بسبب هذا الحب، والحب ليس معلومات ولا نظريات، فالمعلومات مكانها العقل، أما الحب فمكانه القلب. سكت الراجل وقال إذا دعنا من المناقشة ولنفتح الكتاب المقدس. قلت له تحب إيه؟ قال لي سفر الخروج. فتحنا سفر الخروج وبدأت أتكلم كلاما بسيطا حسب ما أعطتني النعمة، وفيما أنا أتكلم استأذن وذهب لدورة المياه. عاد بعدها محمر العينين، استأنفت الكلام وإذا بي ينفجر في البكاء، إذ قد لمست نعمة المسيح وكلمته الحية قلبه. وفيما هو ينصرف قال لي كلما جئت لهذا المنزل سأفتح قلبي وأغلق عقلي القديم. تكررت زياراته بعد مدة وجيز اعترف وتعمد، وكان يوم عماده عجيبا مفرحا أحسه الأحباء والخدام الذين حضروا. وفيما بعد صار شماسا وخادما في مدارس الأحد، وهو اليوم كاهن له أكثر من 30 سنة يخدم المسيح. ففي ليلة القبض علي كان الأخ بيتر مع شماس من أولادي عادل غطاس هو أبونا شنودة غطاس ينامون مع أولادي في بيتي، فلو استيقظوا من نومهم ورأوا ما حدث لاختلف الأمر، ولو رأى الضباط الذين قبضوا علي هذا الأمريكي الذي لا يعرف كلمة واحدة باللغة العربية لكان الأمر يختلف تماما، لأنه إيه بقى اللي جابه مصر؟ ولماذا استضيفه في بيتي؟ ولو ألفوا قصص واخترعوا حكايات على هذا الأمريكي لكان كل واحد بيصدقهم ولا يوجد دليل واحد ضد حكاياته. كم شكرت الله لأن الأخ بيتر في صباح اليوم والأيام التالية كان يمشي في الشارع باكيا لما علم بخبر السجن، فكان يقول أنه يريد أن يعمل أي شيء حتى يدخلوه السجن معاه. أضف إلى ذلك أنه قبل القبض علي بأيام كان يزورني شقيقي فوزي وهو يعمل محاسبا في ابو ظبي، وهو فنان وبيتاجر في المشغولات الذهبيه والمجوهرات، وكان قد ترك عندي شنطه بها مشغولات ذهبيه حوالي 2 ل 3 كيلو مجوهرات، وكانت هذه الشنطه مركونه تحت مكتبي، فلو كانوا قد فتشوا منزلي وعثروا على هذه الشنطه ماذا كان يكون جوابي على انهم عثروا في بيتي على واحد امريكي وشنطه مشغولات ذهبيه ومجوهرات؟ كنت وأنا جالس على مكتبي ألبس جواربي إذا بأحد الضباط يلمس بعض كتبي الموضوعة على المكتب، فرفعت رأسي وسألته بنغمة جادة أنت بتعمل إيه؟ رفع إيده من على الكتب وقال لا شيء لا شيء. علمت فيما بعد أنهم فتشوا منازل جسيرة لآباء كهنة بطريقة غاية في السخف، إذ قد قلبوا المنازل رأسا على عقب حتى المراتب والدواليب والسجاير والكتب والمكتبات. كم شكرت المسيح لأنني في هذه الليلة بالذات كانت عندي أمانات مادية كثيرة لأشخاص كثيرين، بل أنني في أيامها كان يشغل قلبي أن أبني كنيسة في العجمي في غرب اسكندرية لأنها أصبحت منطقة سكنية وكثير من الأقباط سكنوا فيها وليس لهم كنيسة، فكيف يربون أولادهم؟ وكان بعض الأحباء متحمسين لهذه الفكرة لسبب كثرة العائلات المسيحية هناك وعدم وجود كنيسة بالمنطقة، إذ كانوا قد وضعوا عندي بداية تبرعاتهم وكان المبلغ 70,000 جنيه موضوعا في كيس ورقي ملقى تحت المكتب عند رجلي. وإلى جانب ذلك فإنه كان يركض في منزلي في تلك الليلة هذا الضيف الأمريكي الذي لا يعرف كلمة باللغة العربية ولا يدري ماذا يدور حوله إذا ما باغته أحد. فماذا لو فتشوا البيت ووجدوا هذه الأمور مجتمعة؟ ألا تصلح هذه الحيثيات لتأليف قصة محبوكة؟ ولكن بتدبير إلهي وستر فائق صارت الأمور بدون انزعاج، فلم يستيقظ أحد من أطفالي ولا بيتر الذي كان ينام في الحجرة المجاورة إذ كان مرهقا هو وزميله الذي كان يصحبه في كل رحلاته. لذلك عندما أذكر كيف ستر الرب علي وكيف عبر الأمر هكذا بسهولة ولم يفطن الشيطان لينسج قصصا من الخيال ويحبك ويوصف حولي قضايا وجرائم حسبما يشاء، ولكن الرب جنبني هذا الأمر وأعطاني نعمة في عيني الجميع. نزلت معهم ووجدت عربية البوليس بوكسفورد، وعددا من المخبرين أدخلوني إلى العربة، فوجدت أبونا تدرس جالسا صامتا. ركبت إلى جوار، ثم تحركت العربة إلى منزل أبينا صموئيل وأنزلوه هو الآخر، واندفعت العربة بنا بسرعة إلى مديرية الأمن، وهناك وجدنا المنظر غير عادي. حركة سريعة وارتباك وأوامر وألغاز
باللاسلكي وعلى باب مديرية الأمن، استلمنا أحد الضباط وبلغ رئاسته إننا قد وصلنا بأسمعنا وصعدونا إلى الدور العلوي في حجرة أحد الضباط، وجدت الأستاذ عادل بسطوروس وشابا آخر لم نتحدث سوى صباح الخير. الضباط الذين أعرفهم ويعرفونني يتجاهلونني أو يتظاهرون بالانشغال. دقائق رهيبة لست أعرف ما يدور حولنا، ثم أنزلونا للطابق الأرضي مرة أخرى في حجرة الضابط النوبتشي، حجرة قذرة بها مقعد واحد خشبي يسع 4 أشخاص، جلسنا عليه ثم بعد لحظات قادونا إلى الخارج. كانت عربة ميكروباص تنتظرنا واستلمنا ضابطان وثلاثة مخبرين، ركبوا معانا ونحن محاطون بهم. انطلقت العربة وأمامها عربية بوليس نجدة، اتجهنا للطريق الزراعي. ساعتها أدركنا أننا مسافرون ربما إلى القاهرة، وانتهى الطريق. في مدخل القاهرة استلمتنا عربية بوليس نجدة أخرى، سألوا عن الطريق للخان. قلت لأبونا تدرس إحنا رايحين لسجن أبو زعبل لأني أعرف القاهرة جيدا. ثم صار الركب، تتقدم عربة بوليس النجدة للمرج، وهناك سألوا عن السجن حتى وصلنا لبوابة السجن. دي أول مرة في حياتي تطأ قدمي مثل هذا المكان. كان أول ما لفت نظري منظر المسجونين وهم يعملون في مزرعة السجن. لم أكن مضطربا أو خائفا، ولكن أقول الصدق في المسيح كنت فرحان جدا. صحيح أنا ماضي إلى مجهول، لكن كطفل صغير كانت مشاعري هكذا تهتز بالفرح. فمنذ سنوات طويلة وأنا مصاب بحساسية شديدة تلازمني بصفة دايما، فأنا أستعمل مناديل كثيرة جدا، وفي بعض الأيام تزداد لدرجة مقلقة، فلا أضبط نفسي من العطس والزكام شيء فعلا صعب. كنت دائما حريصا أن أملأ جيوبي بالمناديل تحسبا، ولكني من الاستعجال في لبس الروب لم أفطن أنه ليس معي منديل واحد. وضعت يدي في جيبي وأنا أركب عربية البوليس، وإذ بي لا أجد ولا منديل واحد. كيف أتصرف؟ ولكن لا مجال للتفكير في شيء، فتركت التفكير في ترتيب مناديل وانشغلت بما نحن فيه. الأمر الذي يفوق الإدراك أنني لم أحتاج إلى منديل في ذلك الصباح، وكأنني سليم تماما ولا أثر للحساسية. ومرت الساعات والساعات، وصلنا للسجن ودخلنا الزنزانة وهي خاوية تماما ولم تفاجئني نوبة الحساسية. ثم مرت الأيام حتى كمال 7 أشهر التي قضيتها في السجن، ولم أعاني يوما واحدا من الحساسية. تعجبت جدا وكنت أشكر نعمة المسيح الذي صنع معنا عجيب، وتذكرت كيف عال بني إسرائيل في البرية مدة 40 سنة، ثيابهم لم تبل وأحذيتهم لم تتهرق وأرجلهم لم تتورم بالمشي المستديم. هو عالهم وقادهم وسير لهم يمين. المهم، استلمونا على باب السجن بالعدد 5 أنفار، ثم دخلنا إلى مكتب مأمور السجن. عدد من الضباط يملأ المكان، وكانت الساعة قرابة 9 صباحا أو تجاوزتها بقليل. وجدت مظاريف صفراء على أحد الكراسي، قرأت أسماء على المظاريف. يا للعجب، أسماء آباء كهنة أعرفهم بالقاهرة. إذن الموضوع ممتد ومتشعب. ابتدأوا بتفتيشنا واحد واحد، تجريد كامل من كل شيء وقراءة كل قصاصة ورق في جيبي والأجندات الصغيرة التي بها العناوين والتليفونات وكل شيء، ونحن في صمت كامل. من لحظة خروجي من المنزل لم أتكلم، ولكني كنت أتكلم مع حبيب نفسي الرب يسوع صلوات صغيرة جدا ولكن بعمق شديد. انتهوا من تفتيشي أنا والأستاذ عادل بسطوروس، وقادنا أحد المخبرين أمسك كل واحد بيد، ثم ذهب بنا إلى مبنى منفصل حوله حرس بالسلاح. أدخلنا إلى الداخل، ثم فتح إحدى الزنزانات رقم 15 وأدخلنا وأغلق الباب. وصف الزنزانة بقى، هي حجرة ضيقة جدا 150 في 180 سنتي، داخلها حاجز من الطوب خلفه تواليت بلدي. الزنزانة ليس فيها فتحات للتهوية ولا شباك، وبابها صاج حديد بسمك 15 سنتي به فتحة 8 سنتي في 8 سنتي، وأعلاه شراعة بعرض الباب عليها شبكة سلكية. وجدنا شابا جالسا في الداخل اسمه جرجس من الإسماعيلية، تعرفنا عليه. حالما دخلنا إلى الداخل سجدت
على الأرض وصلينا صلاة طويلة وعميقة مملوءة فرحا وتعزية. ثم جلسنا بعد الصلاة، ومن أعمال التدبير الإلهي أن سمحوا للأستاذ عادل أن يكون معه إنجيله عهد جديد صغير، فأخذته وقرأنا سويا رسالة فيليبي التي كتبها القديس بولس وهو في سجن روميا. ثم توالت الأحداث، حركة دائمة في العنبر، وقع أقدام وأصوات ومزاليج الأبواب، وكنت بين الحين والآخر أقف لأنظر من الفتحة الصغيرة جدا وأرى كهنة يتقاطرون واحدا تلو الآخر مع إخوة علمانيين، وفي الساعة الثالثة بعد الظهر وقفت لأنظر، أذهلني المنظر جدا، الأنبا بنيامين أسقف المنوفية في قبضة المخبر واقفا أمام أحدهم يسأله عن اسمه وسنه ومكان إقامته، ثم أدخلوه زنزانة رقم 6. يا للهول، قد فاض الكيل، وكنت أخبر الجالسين معي، فامتلأنا دهشة وذهولا. ترى ماذا حدث؟ ماذا يحدث؟ وماذا سيحدث؟ هل انفك الشيطان؟ هل جن الرجل الذي أصدر مثل هذه القرارات؟ توالت الأحداث بعد ذلك بساعات، أسقف آخر ثم ثالث إلى أن صاروا 8 أساقفة و24 قسيسا وكثيرا من العلمانيين. وبالحق كانت الساعات الأولى خانقة للنفس، كئيبة وثقيلة ورهيبة حقا، وقد زادها قسوة هذه الزنزانة التي لا تصلح لسكن الحيوانات، فالهواء الفاسد تستنشقه بلا تغيير، وحرارة الشمس تضرب الزنزانة طوال ساعات النهار، حتى إذا ما جاء الغروب أفرغت حيطانها كل ما اختزنته من حرارة لداخل الزنزانة، فوصلنا لدرجة الاختناق، وعبثا حاولنا التغلب على ذلك. رائحة التواليت بدون مياه صرف زادت الطين بلة، فصار الاحتمال صعبا، ولكن شكرا لغنى نعمة المسيح، فلم تكن قوتنا البشرية لتحتمل شيئا من هذا ولو لمدة يوم واحد، لأن معظمنا ضعفاء في بنيتهم من كثرة الأصوام والحياة النسكية، حتى أن بعضا منا كان قد تجاوز 76 سنة بشهور، فكيف عالت النعمة وسندت وصارت عرضا لكل هؤلاء ولم يفشل منهم أحد خلال مدة إقامتنا في هذه الظروف التي لم تتغير على مدى 45 يوم كاملة. من جهة أخرى، فقد ظل البعض منا لا يذوق طعاما 3 أيام كاملة إلى جوار قسوة المعيشة التي لا توصف. أقول أنه لولا غنى النعمة ومؤازرتها لما بقى فينا أحد بغير مرض مزمن على الأقل، ولكن كل الذين يعرفوننا اندهشوا عندما رأونا لأول مرة بعد 3 شهور، وإذا بنا وجوهنا نضرة وصحتنا بنعمة المسيح وحده أفضل مما كانت عليه. فالفضل إذن يرجع للمسيح إلهنا أولا وأخيرا.